أهلا أحبائنا المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. هذه الحلقة رح نتكلم عن موضوع كتير مهم، المسيح صورة الله. كيف نوضح فكرة صورة الله؟ ما معنى صورة الله؟ هل بالمفهوم المتعاهد عليه بالفكر البشري، ولا الكتاب بقدم صورة أجمل بل أعمق بل أعظم في موضوع شخص يسوع المسيح؟ أنا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقة، رح يكون إلقاء الضوء على عدة موضوعات اللي بتوضح هذه الفكرة، والنتيجة رح نشوف تفوق يسوع وسمو ورفعة المسيح على كل شيء. وصلاتي فعلا بقوة روح الله القدوس إنه يفتح أذهاننا وقلوبنا أيضا حتى نفهم كلمة الله. هيك الرب يعطينا البصيرة الروحية، ندرك عمق وفهم هذا الموضوع. ابقوا معي، سأعود بعد قليل.